حصل النهاردة هو نتيجة تصرفات حزب البعث في سوريا وطرد الناس من الجيش، طرد الضباط والصف الضباط والجنود، نتيجة تصرفات حزب البعث في التسلط، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه يدي الوظائف للبعثيين بس ويحرم السوريين، نتيجة تصرفات حزب البعث في انه قسم البلد الى قسمين وعمل تمييز عنصري واعتمد على الطائفية واعتمد على الاقليات، نتيجة تصرفات حزب البعث اللي قسم سوريا الى بعثي وسوري. البعث ليه كل شيء والسوري ليس له اي شيء.